السلام عليكم، راح فيكم الأسبوع الثاني من أسابيع مهارات التفكير. طبعا بعد ما خلصنا من المقدمة، اليوم أو الأسبوع هذا راح نركز على موضوع استراتيجيات التفكير. طبعا يعني يمكن يخالفني البعض، ممكن يتفق معايا بعض المدارس، لكن أنا سميتها استراتيجيات التفكير لأنه حاولت إني أفكك بعض القضايا. بمعنى لما نيجي نشوف مهارات مجردة نطلق عليها مهارات تفكير، لكن لما نجمع هذه المهارات مع بعض ونضعها في قالب واحد يصير برنامج، وحنشوف برامج التفكير في الأسبوع القادم. لكن إذا وجدنا طرق لاستخدام هذه المهارات، سواء في مجال التدريس أو التعليم أو طريقة الاستفادة من هذه المهارة بطرق استراتيجية، احنا سميناها استراتيجيات. يعني على سبيل المثال، يعني احنا نتكلم الآن فقط في البداية، نتكلم على المقترحات والمدارس المقترحة في تعلم التفكير. هذه الاستراتيجية حنشوف في استراتيجية دمج وفصل، حنتكلم عنها بشكل بسيط. أيضا عندي أنا من الأشياء اللي أنا أعتبرها استراتيجية هي حل المشكلات، كيف الاستفادة بمهارات التفكير في حل المشكلات. لهذا سميتها استراتيجية حل المشكلات، واستراتيجية استخدام مهارات التفكير في حل المشكلات. أو حتى برامج الموهبة اليوم تسمي اللي هو حل المشكلات بطريقة إبداعية، بل وصلوا الآن يدرسوا اللي هو حل المشكلات المستقبلية بطرق إبداعية. إذا لاحظ كيف استفدنا من مهارات التفكير وتسخيرها في حل المشكلات كاستراتيجية تعليمية. كذلك موضوع العصف الذهني استراتيجية، ما نقدر نطلق عليها مهارات مجردة ولا نقدر نطلق عليها برامج، بقدر ما هي استراتيجية للتفكير، استراتيجية تساعدنا على إخراج أكبر عدد ممكن من الأفكار، أو استراتيجية نستخدمها بشكل كبير في التفكير الإبداعي. كذلك راح نتكلم على الخرائط الذهنية، يمكن بعض الأحيان يطلق عليها برنامج، بعض الأخوان يطلق عليه برنامج أو الخرائط الذهنية، لكن بتوصيفي أو اللي أنا طرحته أنا فضلت أنه يكون ضمن استراتيجيات التفكير اللي يجب أنه نتعلمها، وراح نتكلم عليها إن شاء الله خلال هذا الأسبوع. طيب، في البداية عملية المدارس اللي اختلفت فيه، يمكن ثلاثة اتجاهات عالمية في موضوع تعلم تدريس التفكير بشكل كبير جدا، اللي هي المدرسة اللي تقولي اللي هو تدريسه بشكل مستقل تماما كمادة دراسية مستقلة، اللي هي مثلا مادة مهارات التفكير موجودة تصير في المدارس، أو لا إنها تدمج في المناهج. ويمكن هذا الاتجاه الآن اتجهت له كثير من المدارس العالمية أو حتى المدارس عندنا، اللي هو ضمن منهج العلوم، ضمن منهج الرياضيات، ضمن منهج اللغة العربية، أنا أدمج هذه المهارات ضمنا داخل المنهج. وهذا اتجاه ثاني بدأ يأخذ وضعه بشكل أكبر، أو حتى من خلال اللي أنتم الآن بتاخدوه أو اتجاه اللي هو الشورت كورسز أو الدورات قصيرة أو بشكل أنشطة لا صفية، يكون هذا اتجاه ثالث. يمكن أنا الكتاب هذا أحب أنكم تطلعوا عليه، أنا أعتبره يمكن من الكتب القوية والجميلة. هو ضخم ويخوف لكنه ممتع وجميل، اللي هو دمج مهارات التفكير الناقد والإبداعي في التدريس، دليل تصميم الدروس. يمكن هذا الكتاب أنصح به وبقوة. يمكن صاحبه معروف اللي هو روبرت شوارتز، أو اسمه الحديث بعد ما أسلم حسب ما أعرف، اسمه عبد العزيز. من الكتب الجميلة جدا جدا جدا، يعني في عملية إذا أنت مؤمن أو متجه لاستراتيجية دمج التفكير ضمن المنهاج، فهذا هو دليلك وهذا هو مبتغاك اللي تبحث عنه. هذا في موضوع اللي هو الاتجاهات والدمج. طيب، في حل المشكلات، احنا ما راح نتكلم اليوم على حل المشكلات لأنه هذه الحالة برنامج لحاله مستقل، لكن زي ما ذكرت أنا في المقدمة، كيف استخدام بعض مهارات التفكير اللي راح تطرق لاحقا، راح تقراها في أي وقت أو في أي زمان في حل هذه المشكلات، بل وصلنا إلى كيف نحل المشكلات المستقبلية، المشكلات المتوقعة من خلال استخدام مهارات التفكير. يمكن كثير من المدارس ما تختلف بشكل كبير جدا في بعض خطوات حل المشكلات، اللي هي دائما تبدأ بتعريف المشكلة. وهنا
لما المدارس اللي بتتكلم على حل المشكلات بشكل كبير جدا، لما يجي يقول لك والله تعريف المشكلة يتركك وما يضع لك ايش هي الآليات ولا المهارات والأدوات اللي راح انت تستخدمها لتعريف هذه المشكلة. تجد في برامج كثيرة زي برنامج مثلا كورتي اللي راح نتكلم عنه لاحقا، انه يعطيك هذه الأدوات. في برنامج فكر مهارات كثيرة جدا راح ممكن انا استخدمها في تحديد المشكلة. إذا الجديد في موضوع استخدام التفكير في حل المشكلات هو في تفعيل هذه الخطوات. يعني فهم المشكلة احنا كخطوة أولى في حل المشكلات هذه جدا مهمة، لأنه إذا ما فهمت المشكلة دائما نذكر، إذا ما فهمت المشكلة وبالتالي يكون كل الخطوات اللاحقة لا معنى لها، أو من النهاية تعطينا نتيجة غير صحيحة أو غير مطلوبة. فبالتالي كيف نستخدم بعض مهارات التفكير، خاصة مهارات التفكير اللي هي القائمة على الملاحظة والتفسير اللي في مهارات التفكير الناقد، في فهم هذه المشكلة. بعد كده نضع مجموعة من الأسباب المحتملة اللي أدت إلى وقوع هذه المشكلة. وهنا لاحظ هي والخطوة اللي بعدها الخطوة اللي بعدها اللي هو وضع حلول مقترحة. إذا لاحظ هنا في حصر الأسباب، وكذلك في موضوع وضع بدائل وحلول مقترحة. هنا مثلا على سبيل المثال بستخدم اللي هي مهارة اعتبار جميع العوامل. فإذا أنا لما ذكرت الاستراتيجية ما أتركها فقط أقول له والله أنت لازم أنك تعرف الأسباب، والله أنت لازم تحط حلول وبدائل. لا، الجديد في الموضوع اللي هو كيف أستخدم هذه المهارات في عمل مرحلة وضع الأسباب ووضع الحلول. إذا فهمنا المشكلة، وبعد ما فهمنا المشكلة قمنا بمعرفة أو توقع بعض الأسباب المحتملة لوقوع هذه المشكلة، ثم انتقلنا إلى مرحلة عصف ذهني بوضع عدد كبير جدا من الحلول المقترحة. بعد كده نيجي مرحلة تقييم هذه الحلول، ونفس اللي ذكرته في السابق، لما أجي أنا أقول للطالب أو الطفل أو الإنسان العادي أو المتعلم أو المفكر، يلا الآن أنا أبغاك تقيم هذه الحلول. طيب فين الأدوات؟ فين الأمور اللي أنا أستخدمها في التقييم؟ إذا هنا راح نشوف كيف إنه والله في مهارة مثلا زي مهارة اللي هو الإيجابيات والسلبيات. كذلك أستخدم مثلا تقنية سوات في معرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. إذا بستخدم مجموعة من التقنيات والتكنيك اللي يساعدني على اختيار وتقييم الحل الأنسب، وبالتالي تطبيقه وتقييمه وتعميمه. إذا الفكرة فقط في موضوع استراتيجية حل المشكلات اللي احنا نبغى راح نوصل لها، اللي هي عملية كيف الاستفادة من خطوات حل المشكلات العالمية المشهورة، بس تعزيز كل خطوة بمجموعة من مهارات التفكير. في استراتيجية هذه فقط للي يبغى كريديت كذا، يعني إضافي في هذه المادة، يطرحها للتشاور والتحاور والاستفادة، اللي هي أنا راح أطرحها لكم وأبغى أشوف فعلا مين الشخص اللي حريص إنه فقط يضيف من باب الاستزادة بدون أي التزام إلى موضوع عظمة السمكة في حل المشكلات. أتمنى البحث عن موضوع عظمة السمكة في حل المشكلات وطرحها لنا ليستفيد الجميع. إن شاء الله في الفيديو اللاحق راح أتكلم على أسلوب العصف الذهني كاستراتيجية من استراتيجيات التفكير. إذا الاستراتيجية الأولى انتهينا منها تخص حل المشكلات، الاستراتيجية الجاية تخص التفكير الإبداعي، والاستراتيجية الأخيرة بتتكلم على الخرائط الذهنية اللي نستخدمها سواء في التدوين أو التلخيص أو حتى جمع الأفكار.